السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول الرائدة التي انضمت لمنظمة الطيران المدني الدولي المسمى بالإيكاو، ومصر هي عضو فعال بمجلس المنظمة منذ إنشائه. فمنذ اللحظة التاريخية في 7 ديسمبر عام 1944، والتي تم فيها توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي المعروفة باسم اتفاقية شيكاغو من قبل 52 دولة، ولا تتوانى الحكومة المصرية عن تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لمنظمة الإيكاو. وكانت مصر واحدة من الدول الرائدة التي انضمت إلى منظمة الإيكاو ووقعت الاتفاقية في 13 مارس عام 1947. كما تفتخر جمهورية مصر العربية باستضافتها المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي لمنطقة الشرق الأوسط في العاصمة القاهرة منذ عام 1953، الأمر الذي يؤكد الدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي تحت مظلة منظمة الإيكاو. وزارة الطيران المدني المصري لا تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم لمنظمة الإيكاو، وخاصة دعمها للمبادرات الصادرة عن المنظمة، وكذلك استضافة المؤتمرات الدولية التي تنظم بجمهورية مصر العربية. يسعدني أن أتوجه لمنظمة الإيكاو بالشكر على الجهود التي تبذلها المنظمة في تطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها، والعمل على تطوير صناعة النقل الجوي العالمي. في الختام أود أن أقدم التهنئة لمنظمة الطيران المدني الدولي والمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة على مرور 75 عام على إنشاء هذه المنظمة العريقة، متمنيا إن شاء الله تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الطيران المدني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.